بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أين ولا ليال وحن أفدنا فدي لباد مجالستي فتوى رمضانك وإن شاء الله تعالى مرتدى نوها فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ محمد عبده أمل حفظه الله ورعاه إن شاء الله تعالى مجلس كان واختي سكوبين يهي أيان الشيخ كسؤال دونا سؤال أي سوقت بيان ددوينه سؤالها سوء إن شاء الله تعالى الشيخ كتشواب دونا سؤال شكوبة وحيلة ذهي شيخنا روح با إغيري مسو مكارو إي فيديو إيغا بحي واي هاي أيام كويري وانا هل مامي لبما لنكدب أيام بالله إن كبحي فيديو ذي إي شيخو لبذي مالين إن هل مامي دين أهان ميان أكوذا ولبن روح ميان أفوريا بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والمواله ما بعد سؤالش وحوم علينا يا وحي قصة ليس انتهي فهم والروح عسي فهم سيني هاي إن مالي والباء هي في دي دي دا إن إسراع ذو وأينك لدبل عن فهم كاسنا لازم معها روح الصومي كرواي أما داء للصومي واي أما حنون الرجلين للصومي واي ومركا النقطين وفدية الرشيم بحيو بشو هذي دلته بشو قده هذا وبحين كرا سيدا اي قبان علماء بدن كود مالي والباء انو بحيو في دي سي اسلام مالين كا انو بحيو ويلي كرا ومركي واقو بريو الى مالين كا الى قلبتا وبحين كرا وحاك لو سمين كرا دور كي بريبا واسرائين كرا هل مربو بحين كرا وحكى له الصمين كرا بشا آخر كيدو هل مروضة بحين كرا سيدو الصمين شري صحابيكي نبيك خادمكي سأها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركو دقوبيو داء نقضي صنكي كرواي ويسكا أفوري شري كيدبنا بشا آخر كيدا أيو سقالي اللواتن أما صدون مسكين كل بشو انتي نقطو أيوه هل مرة أنت سينشر؟ مرك بيش آخر كذا وضع بحين كرتا لو بريبة سرعة عين كرتا مالي والباء كذا بحين كرتا أنت هو يكوب أنت وحد بحين كريسة راشين عيدينا هل مرة أنت راشين كريسة بسيل بعد مساكين تراء يا سين كرتا يا أبوي يا كرتا يا عني كرا كل يوم بنانت مرك لو بريبة كود أفتي قلما معها وقت جهد أشوكتي رمضان نحن ذا بعد بحين يساوي والله أعلم جزاك الله خير جزاء فضيلة الشيخ سؤال شاء الله بعد وحيل هذا الشيخ أنا أفرك كتب مركان صلاة مركز صلاة اللي جلايو أفكي جو حكسي شرة ردن فربذن أو أهتمرتي أنكو أفري حتى هدي أن بيو كل غلقه مركز ردن كفرها بذن صلاة وحده
وأنا كبقين وحان أمر لها صلاة كستا إن أي عديدان وركع عديقو صلاة وحوية السنة وية كارهان مركي أفكاغا انت أدوى حنتي ردن كي أولي كسي يالو إن أتكع عدي التافي عن كدبنا كاللغ لغت هذه اللغ لغة شادو كفي لانتهينا وأوكي كارهان شيقو مركو معان ليها مدفن ليها كالي حديث باجراء بخاري ومسلم يسوع صاره النبي يقول صلى الله عليه النبي عانو مال عبي كذبنا وكلق لقضي وحونا يلي كلق لقضى دفن بيليه مركا لكن هذه روح تمرتي وكأفري أمراشين كأفري انتو كلق لقضى ولي أفكي سو كسير دمائيو صلاة ديسو وحبن نقن ميس صلاة دوا صح waayeli wax dhaliil oo ku tusaya ma jiro in dhadhanka afka ku yaala ama afka ruuxu ka dhadhaminayo inuu salaada burinayo ama salaada diidayo dhaliil ma laha wabitaali asalku wax weeye salaadu waa saxaysa wax dhibo ma laha wallahu aalam jazakallahu khayr jazaa fadilat sheikh saailka xigaay saddexaad wuxuu leeyahay hadii fidyo bixinta halkii ruux ay tahay 12,000 oo shilin lacagtaas intii aan hal ruux siin lahaa haddii aan qoys raashin ugu gado miyay iga gudaysaa fidiyada 12,000 weeye wax yidhi ma jiro fidiyada ramadaanka laga bixinayo ruuxa soomi kari waayay wuxuu yidhi haday 12,000 tahay su'aasha saasa ku jirta 12,000 ma waxyiri waa 12,000 ma jiro wax wey maalinkiiba waxaa laga rabaa hal miskiin wax deeqi kara muxuu noqon karaa bay fuqaadu isku khilaafsan yihiin qaar waxay leeyihiin nisu saac xanaabilada iyo say qabaan nisu saac taqriiban waa kiilo iyo wax waay sheekh ibn baaz iyo lajna daa'ima iyo waxay leeyihiin waa kiilo iyo nus tabcan waa markii la yidhaahdo saac 3 kiilo waay ayaa nisu saac wuxuu noqonayaa kiilo yar bad sida marka waa madhabka xanaabilada nisu saac waa inta niskeedna waa madhabka shaaficiyada waa mud mud hadii la yidhaahdo marka waxay noqonaysaa taqriiban waxuun 700-600 iyo xoogaa gram u dhigma yaani nus kiilo iyo xoogaa buu noqonayaa raashin maalinkiiba marka هذا راشين بيسيل أتلا هذانا هل مروح مسكين كدقيق كرواي هذا راشين عيدين تلا هذانا أنت هواي هذا مسكين قيسي صو أو قيس مساكين أتي سنة وكفاية ويكو غفل أنت هذا دم قيسين إنه مساكين عادي أو قي بيسو إنه قيس هين وكو غفل أنت حيلها سي واحد تفاصيل شيء ضاي شرعة وقشيبها أصل كنا way iska banaantahay way sidan hadda iyo sidan hadda iyo shaba wax dhiba ma leh wallahu aalam jazakallahu khayr aljazaa fadilat sheikh saail ka xiga wuxuu leeyahay waxaan qabaa cudurka sonkorowga oo ma soomi karo cunadi fidyada ma u diri karaa abtiyaashay oo meel kale jira su'aasha hadii la soo gaabiyo wax weeye fidyada ruuxa soomi waayay uu bixinayo meesha uu joogo inuu ku bixiyo masaakiinteeda miyaa laasima mise meel kale uu u diri karaa sida ay qabaan shaaficiyada iyo xanaabilada iyo waa in la diri karo waayo laasima in meesha lagu bixiyo meel kale waa loo diri karaa licadam ilmaanic wax diidayo daliil aan jirin qaar baa zakada uga qiyaas qaatay oo dhahaya meesha lagu bixiyo laakiin haddana waxa la isla ogol yahay meesha aad u direyso haday baahideedu badan tahay hadal male waa loo diri karaa dadka aad u direyso haday qaraabo yihiin waa loo diri karaa abtiyaal iyo habaryara iyo ilmaadeera iyo dadka xigtadaadii qaraabadaada sadaqada la siiyo ajir siyaada baa ku jirta silatun wa sadaqa ibn nabiy sallallahu alayhi wasallam qaraabo xiriirisna waa ku jira sadaqana wayta marka xikmadda ziyadada ama faa'idada ziyadada iyo haday ka baahi badan yihiin taa waa la isla ogol yahay
haddaynan jirintaa lafteeda inaad diri karayso ood meel kale u diri karayso masaakiin joogta waa madhab طائفه من اهل العلم واحد يوم ان شاء الله والله اعلم جزاك الله خير الجزاء شيخنا سائلك حق وحليه هي فديه بحنت ان ان هل روح افركيس جوجتيو يو ان ان مال والبروح هر لا افريو كيف اي فضل بدا ان اد فديتي روح صومي كري واي كواجبيسي sida laga qaadanayo atharka Anas ibn Malik waxa weeyaan inaad masaakiin badan siiso masaakiin badan oo tira inaad u qaybiso ayay bishu markay dhamaato sodon ama 29 intii tiradu bishu ahay oo masaakiin uu yeeri jiray rashin busin jiray su'aal bay markay is weydiyo hadaan maani walba hal miskiin hadii masaakiintu kala duwayeen dhimale لكن هل مسكين ولا هدان سوء العلي وان افوريو ما يغا غديسا واه سي او بدين هين جوابت وها شافعيه حنابلة iyo koox kamid malikiyadu waxay qabaan hal miskiin hadii maani walba isaga unaad ku celceliso miskiinnimadiina uu san ka bixin oo wali miskiin yahay way gudeysa bay qabaan وبالتالي هذا المال والروح افوريسو isla ruuxi ala furineysay oo hal ruuxa way gudeysa shardi waxa aynu miskiin yahay laana ruuxa la afurinayo marar badan waxaynu isku khaladnaa laba arimood dadka sooman in la afuriyo iyo ruuxi soomi kari waayay fidiyadiisi in la bixiyo labada way kala xukun duwan yihiin cid la siinayo ku kala duwan yihiin dadka soomi waay raashinka laga bixinayo miskiin ba iskale laakiin afurinta iyo ajirka ku soo aroray man fatara saiman kana lahu mithlu ajri saim ghayra annahu la yanqusu min ajri saim shay taasi khas kuma fuqarada ruuhi ruuh sooman afuriya ajirki soo kaluulay iyadoo ki soomana aan ajirkiisa waxba laga nusqaaminin taasi masaakiinta khaas kuma hadda doonayso ajir inaad hesho dad afurintooda ajirkooda dadkaad afurinayso masaakiina way noqon karaan dad taajirina wada afurin karta inuu ruuxu soomayay umba uu muhiim marka meesha lagu bixinayo iyo waxa kala duwan fidiyada meesha lagu bixinayo waxaad bixinaysaa haduu fidiye yahay ka go'day ruux soomi waayay waan miskiin la siiyo haday tahay afurin ajirkeed aad rabtana taajir hadaad afurisay miskiin hadaad afuriso soomana ajirki saaimka wad helaysa saxa ku tusay itlaqa xadiiska wallahu aalam jazaka allah khayra jazaa fadilata sheikh saailka xiga wuxuu leeyahay waxaan ahay macallin dugsi ana sooman ayaan arday ku xanaaqay aad ayaan u garaacay soonkaygii wax miyay u dhimaysaa arrintan macallimiintu markay soomay yihiin ardada ha fasaxaan macallin soomanoo xanaaqay oo ilmo garaacay gaajada marka la gaajaysan yahay iyo xanaaq badan bay keenta marka asal ahaan ilmaha iyo dadka in la edbiyo oo tacliinta lagu edbiyo way banaan tahay laakiin edbintu waa inay tahay waxaan dhibaato geysanayni oo aan jirka ilmaha iyo caafimaadkiisa iyo maskaxdiisa aan dhib u geysanayn wixii intaa ka siyaasa nabigu ku tilmaamay waa darban gayra mubarrih waa inuusan dhibaato geysanin wixii intaa ka siyaasan haddaad ilmaha u geysato dambiila tahay ilaahu macallin maadahaati wixii siyaada waa dembi aad ka gashay ilmaha aad garaacday macallin baan u ahayna kaa saamixi mayso oo sheekadan la yidhaahdo macallin ardaygii siduu doono u garaaci karaa sheeko ka jirta maaha macallinku wuxuu leeyahay edbintiisa iyo tacliinta ilmaha uu barayo waxa uu ku garaaci karaa ma loo ogol yahay waa qiyaas aan xad ka dhaafsiisnayn
هدو دافيو ودنبي هدو دباتي جيستنا والوية لنا هدو الماء دباتو جيستو والوية لنا وان حناق سنانا كاس عرميس شيخ وحناق ايقتن بطي كاس عرميس نبي محمد صلى الله عليه وسلم اوصني نكي قويل رسولك لا ايدر دارن لا تغضب قويل عروني بمعنى عرضوا إسكيما واحد كعرض تضدر تواد عرون لكن واحد قوضا هذي عرضوا كوقبت سو إسحكمي عرض موجب كيدها فوليني سيدة ازدراد معلنك الصومان أي المها آذو قراعي كو حناقي وحي نافسيسا قياس تيدي شرعة حقلاتي ودنبي صون كاغان لباتي او قيسان إيسا ولا شك في ذلك لأن الصون كا دنبي كستو الروح قلو مركو صوميه اما ايشي سوهاكش اما قعنتي سوها سميس اما لوكتي سوها سميس دنبي كستو او اد سميسو صون كاغي اجر كيسي قيب كميدي غوسانيسا وانا ميد النبي قول صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الاكل والشرب صون ما اها ان اد عنتي عبيتان كلي اسكديسه صون كو ان اد حمانتا كسونتو اف حمدا دقن حمدا حديث كي بخاري ونواكيها من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه مرك وحي الدنبي كاردعي صون كاغا لبوا أوقي سنيا لكن وحلو بدنيا صون كمبوريو وقال لي لقوله مايا لكن أجر كي وحبا قاريا باو عبا قاريا والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. سائلك حيقا وحليا هاي شيخنا يوروب waxaa laga soomaa saacado badan waxaan damcay inaan Afrika ku soomo anoo ka xeeladaysanaya saacadaha faraha badan ee dalalka Yurub ee soonkaygaasi ka waran dib malah dul saacaduhu la soomayo ay dheer yihiin haddii isaga tagto meel saacaduhu yara gaaban yihiin aad ama dul aad u kulul intaad ka tagto meel qabow aad ku soonto wax mushkila ma leh soonku waa saxiya lana wax weeye mashaqada cibaadaadka dhibaatada ku jirta ee lagu dhibaatoonayo bixaddi daatiha iyada alla fahanteedu maqsuud maaha sharci ah maqsuudku wax weeyaan inaad cibaadada gudato cibaadadaasi inaad ku rafaato rafaa ziyada aad u gashay waxba laazim ma هذه ميل أي رفات زيادة أكل هذا هاي وميل أي رد أنت عاد عادو دي ماله عبادة دي إنا تقودتين با مهمة تحايل نما هي حيالة دي ساد عبادة دي كحيالة دي سانيس عبادة دي واد قودن إيسا لكن مشاقة دي يردب كيدي وباد خيار كالقادن إيسا وإنا اسكي رفوض دي سا تانا وعبيراتي وحدي وكمتشرو ولو دتك كسوم يسا عدها دير iyey meelaha soonku u dhibayo dadka ku soomaya ka ajir badan oo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wakiilaha xadiithkii umradi umul mu'miniin aaysha radiyallahu ta'ala anhuma wakiil nabigu laha sallallahu alayhi wasallam inna laki min al ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatiki yaani ajirkaaga waxa leedahay qadarka aad dhibaatadaadu dhantahay iyo xoolaha ka baxay intay dhanyihiin marka ajirka siyaado uu la iimaanaya kulba cibaadada dibka loo mariyo dibka lagu ruuxu ka mutaysto laakiin cibaadadii inay saxdo inaad uun sideedii ula timaada muhiim marka inaad meeshan ka tagto halka tagto aad kulaylka ka cararto saacadaha dheer ka cararto dib male wallahu aalam jazakallahu khayr jazaa wa ahsana ilaykum sheekhana saailka xiga wuxuu leeyahay waxay leedahay waxaan ahay maamo lug baan ka jabay وحان الله يساري فاشد عددي أيانا إغو دعضي هدانا وي إغاد ماتي لكتين بيولو مدى وين كرو سيدين وطهارا قاتا الله قرآن كريم كاو حقولي يهي وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذه روحي به وكري واي
أما هو واي أما حنون درتي بو استعمالي واي مركا جبيست والي تبارك وتعالى بوريستا وحلمي ذا سيدو كالي هدي بيه ادهيلي كرتو لكن استعمال كودا وكودي ذو قبو ادوغا بغضو إلى دبات كاسو غادو بيو ادوغا درتوت مركا وحد قادن إيسا بدل كشرعي غا او اه إنا دقب قبي ستوت بوري ستو هذه مركا لوكتي أتكوي سيسان لهايت أي شبن تهي كب مسارن تهي قبي سنكو بو أجوي عادة كود عادة محاي سميني بدل كي قبي سن لهايت وي قبي قبي سن وي بوري سن سيدا سينكو عبادي سني هاد دو مركي أي لوكتو بوكسوتو كب مضا لغا قادو بوكسوتو بيلا مرين كرو مركزي قبيسنه معناه دو حويان قبل قبيسكن يا بوريسكن ويكسي عبادي سنه صلاهي عبادي دي ويكسي تكنه لكن هل لو مركز الذي ماشى كبحضه وحال رواني قبيسته مركا إني قبيسته واي حديث البخاري كشري بقته صيا النبي صلى الله عليه وسلم نوحو أركي قذال فرديون دتك لتكنن ورمحاكو قدعي سول كيله جنبه قدعي وما قبل قبل ستيده وهو قبل قبل ستيده كاردو بابيه يمادين قبل سالي حديثي كلا نوات الماما يا حديث سلام باكو صارو تمركا قبل قبل سيكني مركا وحكوبة نينا يا إن العبادة هذا وضطو لكن هردو قبل سبا الله إيمان مركا قبل دو هاو إن ها قبل قبل ستو ها عبادة ستو هردو نها قبل ستو إن شاء الله تعالى مركا أي ماشو بوك ستو والله أعلم صون كذي ميسي سو ميسا صونك محاد ديدي عادي ويكاك قوضي وحي قال لي سواح واي لوكتي كب ما سارا هذي لغا فورين بيه بين قابل قبلين مركا عبادة دي كاس وصلاة دي صونك ما جزاكم الله خير جزا وحسن إليكم شيخنا سائل كحيق سائل الدحكت وحائلة ذهي ننك إيقا يا إفوري انتي عن عدادة كتشيري أيان أيا أور إيو صابحي كدب وان دي المي ليجي دي لك ايا استاغي واي الى صدح سانو اي ميان قرسان كراهتا هدي ليجا للمضى الماسو دي المي اما واي لشي هدي او استاغي واي اما ليجي عدد اللمودي استاغي واي او دائمو صدح سنو سعداب الى ذاك ورده مركاسي ماها ديكي دلمدنا ماها كي عددنا ماها ونوع صدحاد الله يقانو استحاض الله يقانو ديك فران بالينا هذا امر دبر فران ديكاسي نوع سي تشوكتدا وكحكم دوين هاي ديكا دلمدى هي ميتك عادد وكأحكام دوين وكان اسكا صعده تشوكتدا ليلا دبر فرانكا مديك فوراً كلا ده مدي ذي يو إني لعبادة يسوت ويتكن ويصومي نيك يدو يسارك كران سيد يدو طاهر وكلا ونغميسة ويونسكن نظيفينون ويسكن نظيفين مركا ديك سي صدح ده السنة الصعوداي وديك فوراً أمر دور فوراً واه وبالتالي وحلوبه هنا إني كلا الصعوده ديك عددها وإيمانه يا إنتو صعوده ديك dowr furanka in la kala sooca loo baahan yahay marka oo waxa lagu kala sooca dhiga caadadu midabka iyo urkaba uu ka duwan yahay kan dowr furanka taa waa lagu kala sooca haday ku kala sooci kari waydana marka waa inay noqoto caadadeedii maalmihii ay caadadu hayn jirtay intii uu san ku dhicin dowr furanku dig furanku intu soo ku dhixin imisa bari bay caadadu hayn jirtay 7 bari miya 5 bari miya bay u noqonaysa haday midab ku kala saari kari weeday urka sidaas marka loo baahiyo inay kala ogaato caadadii imisa ku dhacday oo dig furankan iyo ay kala saarto caadadii asalahan waxay ahayd markii ay la furay iyadoo uur le hadii uu ilmihi urka ku jiray soo baxo ama soo dilmo عددي عددي هل كاسو كدمانه وي عده بحدي لكن هدي اي دي كو عده ترسنيسو اسلام مركان او كو دحو دي فرانكو كو دحو وا مركا اني كلا سارتو
ديجي عدد أها إيوه دور فرنك ديجي عدد الصدح مركا شيء مركا عدد كبحيسا يسوي كي دور فرنك أو صعود إسك الصعود والله معلم. جزاك الله خير جزاء أحسن إليكم شيخنا. سؤالي هو إذا ماذا سؤال كلو زيادة يعني قدرية شيخنا ضد كنافت قبة باشا برشة النفط سوق سوق دوية سببها أسيا ود إن صنعه ميو شبعية ما بخاخ الرب وحلو يغنو ضد كنافت قبة استعماله باشا اللي ده بخاخ اللي ده لقبه فيه أفكا سببها فريسة هو هاي صون كما تشبينيسا علماء المعاصرين تا مجمع الفقه الشيخ ابن باز ابن عثيمين علماء حيليهين صون كحوم يليس صدر هذه الروحة هذه سقو صومن أي نفت قبته ويسكو بوفين كرا حيليهين وأن هو صنب بضا فريسا لكن واحد جرم له أما مبيعة أما دعانة أما عنتاء أو قلي على شماء وسيدي أن هو أو كلوة تقريبا سبب كفوريسة ساسا يكسي فينا يا صون كمرك حمية ليسو دات كمرك النفط قبة هذه النفط قبته وهي استعمالي كران صون كودنا ما تشبيه والله أعلم. جزاكم الله خير جزاء حسن إليكم شيخ سواش عن كسو قنانا دينا وحاوي بحين تديقة ديقان لشي بارك وبارها يو أما متك التبرعة أما متك السنك ضدك كيمانة سنقررك سيدابي ينقونا ينحكونا ضد الشيخانة كبين تصوان كمارك اللوية روحة هدي ودي كيمات نور باك قاري ديك باك صباحي أما ووك قرري أما تشيركي سقيبة كم إذا دي كيمت أما لابرو التريق أما اللابكا أيو تغيو ديك بو إسكا قادي تستي باردة صنكي سحوما نقوني لأن واحد دليل كتوسي يمتشيرو إنو صنك تشبيني أصل كنا وحوي عبادتو هدي قنتنتو أو أي سكناتو وحاسا تشبيني إن لده دليل بيوبانت وحي أن دليل له هينين عبادة ما تشبيو مركا واحد دليل اللهم هيو تكلوا يعني السلف كي صحابة إيو ayagoo soomaan baa dhaawacyadu gaari jireen oo jirko dhiikay iman jiray oo hadana soonkoodu xumo noqon jireen waana mas'ala la isla ogol yahay in soonku xumo noqonay waxa ka duwan bay leeyeen culimada qaar kamida inuu ruuxu dhiig farabadan ka bixiyo jirkiisa oo muxuu ahay ruux u bixiyo dhiig siiyo ayada lafteeda waxay la mid tahay bay leeyeen xijaamadii xijaamadu waa toobinkii waa يعني التوبين كان وحا كوسو ارورتي لبا حديث روح يسقو صومن ان يستوب ميد وحديث عن كسنن كوسغن او نبي و خصومر صلى الله عليه وسلم لبن انه يستوبيه او صومن مركاس النبي خوري افطر الحاجم والمحجوم كتوبيه يا كلا توبيه بسونكودي واجبي حديث كاس سنن كو يالا وانا حديث سنن وحاك لو جرى حديث كله صحيح صحيح كسوس البخاري قال وشيخ النبي يقول إنه استوى صلى الله عليه وسلم سقى صوما وحاك لو جرى حديث درقدني غير كيسوسار من حديث أنس لبدا أن المركو النبي يقول أركيو هذا الكائر كذب أنت وحي كذب بيبو أو قل هذا إن دتك صوما استوى بكران أحاديث تمرك اللي سوق يفوق هذا مرك كل أركت بدليه قروح إليهن صون قوة شبيا قروح إليهن ما تشبين أيوه والصواب سيد إلى حق بدن وحوي شركة ديج لقى ساري أما توبين هالو سارو أما قال لك هال استعماله هالو ساري إنه سنصون كتشبين أينين أيا إلى حق بدن والله أعلم بالصواب. جزاك الله خير جزاء أحسن إليكم مجلس كيرني لباد فتوى ذا رمضان كا انت ايو ينوغو ايجي هاي ان شاء الله تعالى انت انوكو كل مدونة ان شاء الله تعالى مجلس كحيقاء بريتا انت ايو انوكو قبقبين انه صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.